مساء الخير، والنهاردة بنبتدي حلقة جديدة من برنامج ارتباط. عايزين نقول لكل الناس اللي اتفضلت معانا في الفترة اللي فاتت واللي شاركتنا بمعلوماتها، واللي النهاردة في كم كبير من الناس كانت متواجدة معانا من خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول بمعلومات كتير. طبعا شكرا ليهم وشكرا لتصديقهم للبيانات اللي هم وضعوها معانا، ونتمنى بإذن الله أن تبقى بإذن الله في مكان الناس تحترمه في المقابل، في المقام الأول يعني من الناس اللي بتدي بعد كده تتعامل معهم. طبعا احنا النهاردة بنبتدي حلقتنا، عايزين نقول برضو تنويه كده بسيط. في بداية التنويه دوت انا عايز اقول يا جماعة، في بعض الناس كلمتني بتقول لي هل يا ترى احنا جربنا موضوع الجواز عن طريق مكاتب وعن طريق بعض الناس ولقينا ما فيش مصداقية، والموضوع كان فيه شيء من استغلال الناس لهذا الوضع من خلال ان هم بيتكسبوا ماديا، انما محدش بيوصل للامر بتاعه. طبعا عايز اقول النهارده في بدايه حلقتنا ان احنا النهارده عايزين نقول فكره تانية خالص. احنا مش بنعمل مقابلات لحد، احنا مش بنعمل النهارده استغلال لحد بشكل مادي او بحاجه زي من هذا القبيل. احنا النهارده بناخد بعض المعلومات من الناس، والمعلومات اللي احنا بناخدها هي اكتر حاجه فيها بتبقى هو رقم التليفون، بحيث ان احنا النهارده نبتدي نسجل البيانات بتاع الشخص ست او راجل، وبنبتدي النهارده نحط رقم تليفونه. طبعا ده مش متاح عند اي حد من المكاتب، فده نوع من انواع المصداقيه اللي انا عايز اوصلها للمشاهد. ده نمره واحد. نمره اتنين يا جماعه، النهارده انا باخد الكلام ده بدون مقابل. يعني انا لما باخد النهارده اي واحد النهارده او اي واحده بتقول لي بياناتها، باخد الكلام ده بدون مقابل. يعني انا مش هكلفك حاجه، انا كل اللي انا محتاجه منك ان انت تثقي فيا وتبتدي تحط بياناتك معايا بشكل كويس، بحيث ان انا النهارده اعرضه ونوصل مع بعض الحاجه اللي انت عايزها. دي الحاجة الأولانية اللي أنا عايز أوصلها للمشاهد عشان يعرف النهاردة الفرق اللي بيننا وبين أي حد تاني ممكن يكون تعامل معاه. الحاجة الأساسية بالنسبة لي النهاردة إن أنا النهاردة ممكن بعمل إعلان للشخص اللي بيشترك معايا. يعني أنا بعمل إعلان النهاردة، وده إعلان النهاردة يعني هنزله دلوقتي معانا بإذن الله على الهوا. هو مدرس وهو عنده 43 سنة، هو مصري مقيم في قطر الشقيق، دي دولة من الدول الشقيقة اللي احنا كلنا بنعزها. وعايز أقول يا جماعة إن الراجل بيدور على زوجة تانية، وبنزل النهاردة رقم تليفونه. هل النهاردة وهو دلوقتي هيبقى موجود دلوقتي رقمه بتاع الإعلان موجود معايا على الشريط، هيبقى موجود معانا على الاستربايه، وفي نفس الوقت هيبقى البيانات اللي احنا بنتكلم عليها دي مصحوبة برقم التليفون. رقم التليفون اللي هو موجود بيه في خلال الفترة الزمنية اللي بقيا له هنا في مصر، والرقم الأساسي النهاردة اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو رقمه اللي هيكون موجود فيه في قطر. فأنا عايز النهاردة أقول ده نوع من أنواع الإثبات، لأن احنا النهاردة ما بنستغلش حد. أنا النهاردة بقول يا جماعة احنا فكرتنا فكرة إعلان. التوفيق في يد ربنا سبحانه وتعالى، ده من نمره واحد واثنين وثلاثه وعشره، مفيش فيه كلام. انا عايز اقول النهارده ان انا النهارده بيجي للشخص النهارده اللي اشترك عندي وبقول بياناته على الهوا، وما هنالك ان بنعرض ده على الملا. كل الناس النهارده اللي بتتفرج علينا بتقدر تتواصل للشخص مباشره من خلال رقم تليفونه. فده دليل على ان احنا النهارده بنحاول نوصل للمصداقيه. يعني انا النهارده عايز اوصل للنهارده كل المشاهدين ان احنا الحمد لله ما بنستغلوش، احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نقول بياناته على الملا، والنهارده النصيب في ايد ربنا. ربما يعني ربنا يكرمه بالتوفيق، وربما ما يحصلش توفيق، دي حاجه لا املكها انا ولا غيري. بس هو ده النقطه الثانيه اللي انا حبيت ان انا ابتدي بيها حديثي، ان انا النهارده عندي شخص متقدم، والشخص ده طبعا بيبقى ليه بيانات عندي انا كامله، صوره البطاقه بتاعته، ما هو يثبت شخصيته، ده نمره واحد عشان اتاكد ان الراجل ده مدرس، عشان اتاكد سنه، عشان اتاكد النهارده هو مطلق او ارمل او هو اعزب. فكل دوت بيبقى موجود عندي صوره البطاقه، فبالتالي انا النهارده بطلع اقول بياناته على الهوا. فبالتالي انا النهارده يعني مش بحاول ان انا يعني مثلا ازاي ان انا احتفظ بالادوات بتاعتي، لا بالعكس، انا بحاول ان انا اعرض الادوات بتاعتي، وبحاول اعرض الناس اللي عندي لكل الناس. ربما النهارده ما يكونش الطلب اللي هو بيدور عليه موجود عندي، بس هو موجود عند غيري، موجود عند المشاهد النهارده اللي بيتفرج عليا، وهو ده اللي يهمني ان انا النهارده اوصل بالراجل ده وللشخصيه اللي هو بيدور عليها لاكبر كم من الاختيارات. طبعا انا عايز اقول ان هو النهارده عنده 43 سنه وبيدور على زوجه تانية يا جماعه، يعني اللي هيتكلم معاه او اذا كان ولي امرها او اذا كان حد من اهلها هيبقى عارف ان هو الراجل النهارده اكتر الاوقات بيبقى مقيم بره مصر بحكم شغله. هو بينزل فترات اجازات بتبقى بسيطه، بيدور على واحده تكون انسه او مطلقه او ارمله. شرط الجمال
يعني اهم حاجة بالنسبة له ان هو النهاردة ياخد واحدة تكون حسنة المظهر، نسبة الجمال يعني تعدي 80 و90%، عشان بس يعني اللي متصلة تبقى هي فاهمة ان هو النهاردة مش هياخد اي واحدة والسلام، هو عايز واحدة النهاردة يكمل بيها بقية مشواره في الحياة، فعايز واحدة تعفه، فالواحدة اللي تعفه دي لازم تبقى جميلة جدا، بيضة يعني بياض مقبول، في نفس الوقت شكل الجسم يعني متناسق، عشان خاطر النهارده يعني يبقى فيه نوع من انواع العفه، ده الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا مستوى التعليم بالنسبه له مهم، ان هو محتاج ان واحده تبقى يعني معاها مؤهل يعني فوق متوسط او مؤهل عالي. اهم حاجه في الموضوع بالنسبه له ان ما يبقاش عندها اولاد، يعني ممكن النهارده تبقى دي انسه او مطلقه او ارمله، بس شرطه بالنسبه له بدون اولاد، عشان ما يبقاش في اي خلافات بتحصل بعد كده من خلال الزواج اللي بيحصل. طبعا احنا النهارده هنبقى حاطين رقم تليفونه على الشاشه، بحيث ان احنا النهارده اي واحد او اي واحده النهارده عايزه تتواصل معاه هتتواصل معاه من خلال الرقم اللي هو موجود هنا بيه في مصر، والرقم باذن الله هيبقى موجود برده رقم الواتس اللي هيبقى موجود بيه بره مصر في حاله السفر. دي الحاجه اللي احنا النهارده عايز اثبت بيها للناس والمشاهدين، ان احنا النهارده يعني الحمد لله ما بنحاولش ان احنا يعني نستغل الناس. انا بقول يا جماعه الطلب بتاع الراجل ده ربما يكونش موجود عندي بشكل كويس، فانا بعرضه على الناس عشان خاطر من خلال المشاهده ممكن يكون في واحده من الناس اللي النهارده بتشوفنا واللي النهارده بتتابعنا تبتدي تتواصل مع من خلال الرقم اللي هو نازل. فده بدايه الحديث اللي انا كنت ببتدي بيه، ان انا النهارده بحاول ان انا اوصل المصداقيه للناس، فبوصل مصداقيه من خلال ان انا النهارده لما بيجي لي حد بثق فيه ببتدي اطلع بياناته بالشكل اللي احنا بنشوفه برقم تليفونه، وهو بيبتدي يتعامل مع الناس وبيبتدي يروح يشوف الناس ويقابلهم. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ان الراجل فاضل له فتره يعني في الاجازه بتاعته ما بتزيدش عن 10 ايام، فمش عايز حاجات تكون بعيده عن القاهره مثلا بشكل عام، يعني على اساس يقدر يشوفها في خلال الفتره الموجود هو فيها في مصر، ويقدر يروح لاهلها ويشوفهم ويبتدي يتقابل. طبعا في بعض الناس النهارده هتبتدي تتواصل معاه، يفضل يا جماعه ان احنا نحترم الناس ونحترم خصوصيات الناس، واذا كان في حد النهارده من اولياء الامور عايز يسال على حاجه يبتدي يسال ويستفسر من خلال الارقام بتاعته اللي هي موجوده. دي الحاجه الاساسيه اللي احنا كنا حابين نبتدي بيها الاعلان. طبعا زي ما انتم شايفين انا لا قلت لا سن ولا قلت ان الراجل ده، يعني ما قلتش قصدي سوري معلش الاسم بتاعه ولا قلت، انا قلت صفته، قلت النهارده ان ده مدرس وعنده 43 سنه وان هو بيدور على واحد اثنين ثلاثه من الشخصيات. هي دي طبيعه الاعلان اللي انا بنزله عندي في قلب الجريده، واللي النهارده بيبقى مصحوب فيه بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، المؤهل الدراسي، الحاله الاجتماعيه، اعزب ولا مطلق ولا ارمل. بنتكلم كمان من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اذا كان النهارده هو عايز زوجه ثانيه او لا، ده بالنسبه للرجال. والستات هل يا ترى النهارده ترغب بوضع الزوجه الثانيه ولا لا؟ هل يا ترى النهارده مثلا طوله ووزنه؟ الاشكال اللي هي ما تجرحش حد، يعني النهارده وسيله الاتصال ان احنا النهارده نحافظ على الشخص اللي معانا اذا كانت ست او راجل من خلال الوضع اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا ده حاجه كده مبدئيا عايزين نتكلم فيها، والحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها ونتعامل فيها مع بعض هي المصداقيه. دي اهم حاجه بالنسبه لي، انا النهارده بجمع اكبر كم ممكن، انا في بدايه الشهر اللي احنا بنتكلم فيه ده شهر 2 جمعت كمية من الناس اللي ادتنا بياناتها ستات ورجالة، بشترط على الستات ان النهاردة اذا كان في نصيب عمر تسجل بياناتها من خلال التليفون، والرجالة نفس القصة، بس انا بحتاج من الرجالة عشان خاطر بلاقي بعض المشاكل اللي بتقابلني، زي مثلا واحد يقول لي ان انا اعزب وهو مطلق، او النهاردة يقول لي مؤهل عالي وهو مش مؤهل عالي، فبحتاج النهاردة ان الراجل اللي انا بنزل بياناته معايا بحتاج منه صورة البطاقة بحيث ان انا اتأكد فعلا من المعلومات اللي هو بيقولها لي، وببتدي معاه اسجل كل البيانات اللي هو بيبتدي يقولها لي. والحاجة الاساسية اللي بتوصل الناس لبعضها هو رقم التليفون. عايز اعيد تاني، رقم التليفون هو الحاجة الوحيدة اللي بتميز كل شخص عن الاخر اذا كان ست او راجل. انا ما يهمنيش اسم، انا ما بقولش اسم، بقول الصفة، بقول النهاردة مدرس، بقول اعزب، بقول مطلق، بقول تاجر، بقول الصفة بالنسبة للراجل، بالنسبة الست نفس الحكاية، ما بتكلمش في اكتر من الصفات. الصفات هي دي الحاجة الوحيدة اللي انا بذكرها عندي في قلب الجريدة، وهي دي اللي انت لو النهاردة حبيت تنزل في اي وقت تشتري الجريدة هتبتدي تلاقيها موجودة معانا. في اتصال معانا، طيب اتفضلي. ايوه اهلا وسهلا بيكي. انا طبعا مش هنتكلم على اسماء ولا حاجة، هنبتدي كده مبدئيا سريعا. سنك قد ايه ومواصفاتك ايه وعايزة تعملي اعلان لمين، ليكي ولا لحد تاني؟ لا هو الاعلان ليا. الاعلان ليكي، طيب اتفضلي. مبدئيا السن عندك قد ايه؟ 39 سنة. طيب الحالة الاجتماعية انسة ولا مطلقة ولا ارملة؟ انسة. انسة، طيب انت منين؟ انا من القاهرة. من القاهرة،
طيب زي ما احنا سمعنا كده ان الاستاذة النهاردة سنها هذكره بس مع بعض كده واكتبه عشان خاطر استرجع الكلام ده كله. هي السن كام افندم؟ السن كام؟ 39. سن 39 سنة من القاهرة. تمام. طيب احنا قلنا انسة. ايوه. طيب الطول والوزن مثلا في حدود قد ايه؟ الطول 174. 174 كويس. الوزن 89. عايزين نخس شوية عشان خاطر الخسية حلوة. ها؟ اوكي. طيب المؤهل الدراسي بقى بتاعك؟ نعم. المؤهل الدراسي خريج الجامعة العمليه. طيب مؤهل عالي؟ دي مواصفاتك اللي احنا النهارده هناخدها منك واللي احنا النهارده هنستدعها برقم تليفوني. خلاص الحاجات اللي انت بتدوري عليها بقى ممكن ابتدي اقول لك ايه المواصفات اللي انت بتدوري عليها للراجل؟ والله يعني اهم حاجه نسيت اسالك على حاجه مهمه كل الناس بتحب تعرفها، نسبه الجمال كام في الميه؟ وبيضه ولا سمراء؟ بيضه. طب حلو كويس. الجمال بقى نسبته كام في الميه؟ لا الله اعلم يعني الحمد لله يعني عدينا 60 ممكن. طيب كويس خير. المواصفات اللي انت عايزاها؟ والله بص اهم حاجه انا عايزه حد يكون طويل. اهم حاجه طويل طبعا. طيب انت شكلك بترسم عليا. ايوه بالظبط كده. طيب مبدئيا حته الطول، واذا كان النهارده اعزب مطلق ارمل ايه في دول بتحبي ان انت تشوفي الدنيا يعني وتقبلي وضع الزوجه الثانيه ولا لا؟ لان انا عندي 90% من الناس اللي بتكلمني بيبقوا عايزين زوجه ثانيه. ماشي اوكي، ما ممكن يبقى في زوجه تانية بس ما يبقاش في ظلم للزوجه الثانيه. ما يبقاش في ظلم للزوجه الاولى، يعني يبقى المكان بتاع الاقامه بعيد خالص عن مكان الزوجه الاولى وما يبقاش في اي احتكاكات بين طبعا منع من المشاكل يعني. يعني انت ما فيش مشكله في وضع الزوجه الثانيه تقبلي؟ لا ما فيش مشاكل ما دام ينزل ما بين الاثنين، دي ما فيهاش مشاكل. ثانيه السن بقى مواصفاته من ناحيه السن لحد كام سنة يعني اقصى سنة؟ طيب ايه تاني مثلا من المواصفات؟ هل يا ترى بقى اشتراطات اللي هي الناس بتطلبها في بعض الاحيان، عايزين شقة وعايزين ذهب وعايزين 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 الكلام ده اللي بيعقرب الدنيا، هل ده لا هي بص يعني اكيد حاجة اساسية لكن اي حاجة تانية لا عادي يعني. ما هو في حاجات تانية ممكن تبقى بدائل، يعني زي مثلا ايه، في قانون جديد، في قانون قديم بالنسبة للشقق، خدت بالك ازاي؟ هل يا ترى شرط بالنسبة لك ان تبقى شقة تمليك ولا لا؟ في تمليك يعني، هي التمليك بتبقى انا قلت القانون القديم برضو كويس لكن جديد لا. طيب خلاص يعني لدي سكن. وحتة العمل بقى مثلا هل بتشترط حاجة معينة يعني؟ لا مش حاجة معينة يعني، أهم حاجة تكون شغلانة ثابتة، دي أهم حاجة. عنده دخل كويس عشان تبتدي تضمني بيها العيشة. بالظبط. طيب أي مواصفات تانية للشخص اللي إحنا بنتكلم عليه؟ لا. طيب أنا هستأذنك بقى تسيبي لنا رقم تليفونك في قلب الكنترول مع المعد بتاعنا أستاذ محمد، وهتبتدي معانا بإذن الله في التواصل إذا كان في نصيب وعمر، بحيث إن إحنا ناخد كل البيانات اللي إحنا إتكلمنا عليها ونبتدي نستفيد مع بعض في الدردشة ونبتدي نسجل ده. وأنا شكرا ليك ولاتصالك، وشكرا إن أنت أخدتينا وصدقتينا وابتدي تتعاملي معانا، شكرا ليك ولاتصالك. طيب زي ما انتم ما شفتوا يا جماعه دلوقتي احنا خدنا مبدئيا مواصفات واحده من ضمن الناس اللي متصله، واحنا النهارده بنتكلم على المواصفات العامه. زي ما انتم ما شفتوا الشكل العام اللي احنا بنتكلم عليه مبدئيا ما بيكونش فيه اكتر من حاجه واحده اللي هي ايه؟ رقم التليفون، هو ده المهم بالنسبه لي والمهم بالنسبه لاي حد، خدت بالك ازاي؟ فالحاجه اللي انا بتكلم عليها النهارده ان انا النهارده بتكلم عن حاجات عامه، السن، القاهره، انسه، الطول، الوزن، المؤهل الدراسي، تقبلي زوجه تانية ولا لا، فدي برضه من ضمن الحاجات اللي بتقابلني كتير، فعشان كده عايز النهارده الفت نظر الناس ليا. اغلبيه الناس يا جماعه اللي بتعدي عليا بيدوروا من رجال يعني بيدوروا على زوجه تانية، فالنهارده دي بتفتح المجال لاكثر من شخص. في بعض الناس بتبتدي النهارده تدور على حاجات معينه ثابته ودي بتعقرب الدنيا وبتدخلنا النهارده في حته تكاد تكون يعني ضيقه شويه، يعني في بعض الناس تقول لي مثلا انا عايزه دكتور او عايزه مهندس او عايزه طبيب مثلا كذا او او او، فدي برضو بتحطنا في حته يعني ما بتفتحش مجال.
فانا عايز النهارده نفتح المجال لنفسنا في الاختيارات. ممكن يكون مؤهل عالي كويس وعنده شغلانه خاصه بيكون احسن من الشخصيات اللي انت حاطاها في حساباتك. ممكن النهارده يكون مثلا على سبيل المثال حد مثلا من محافظه تانية غير محافظتك، يعني في بعض برضو الناس بتشترط على اللي جاي ان هو لازم يكون محافظتها. ايه المانع ان انا النهارده اروح اعيش في اي مكان تاني بعيد خالص عن المحافظه اللي انا فيها، الا اذا كان النهارده انت مرتبطه بشغل، يعني ممكن بعد كده تعملي تحويل، ممكن تروح مكان تاني، فدي برضو من ضمن الناس. الحاجات التانيه برضو اللي انا بشوفها بتخش فيها بعض الاختلافات، ان بعض الناس النهارده بتبقى ماسكه على حاجات معينه اللي هي ايه، انا عايزه معيش في بيت عيله. يعني مثلا بعض الناس كلمتني بتتكلم معايا مش عايزه بنتي تعيش في بيت عيله. في بعض الناس تانيه عايزين برضو نتكلم على حتة برضو مهمة، ان احنا نحاول نسهل المواضيع. احنا النهاردة بنعيش في ظروف اقتصادية بتبقى صعبة، فعايزين نسهل المواضيع على بعض عشان نبتدي نتعامل مع بعض. طبعا احنا رقم التليفون اللي هو موجود دلوقتي على الشاشة اللي هو بتاعنا اللي هو 03-0519، والرقم التاني 010. ممكن لو حد تاني حابب ان هو يعمل معانا مداخلة ويشاركنا في البرنامج بأي حاجة، يعرض حالته، عايز يتكلم عن حالة حد من قرايبه، مفيش مشكلة، ونبتدي ناخد اتصالاتنا لو في اي اتصال تاني. دي الحاجة اللي احنا حبينا ان احنا نلفت نظركم ليها وعايزين نتكلم برضو. احنا عندنا النهاردة في صفحة موجودة على الفيس، الصفحة دي النهاردة بنعملها نوع من انواع، يعني زي ما انتم شايفينها كده هي موجودة على الشاشة، ودي مكتوب فيها جريدة ارتباط للزواج، ده اللينك بتاعها اللي لو اي حد النهاردة حاب يخش على الصفحة هيبتدي يشوفها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هتلاقوا في بعض الاوقات احنا بنزل اعلانات للناس اللي بتبقى مشتركه عندنا ستات ورجاله، وبنزلها بارقام تليفونات، وانا بتعمد النهارده من بعض الوقت كده من وقت للتاني ان انا لما بنزل النهارده اعلان بنزله برقم تليفون، ممكن يكون رقم تليفون ولي الامر للسيدات او رقمها الشخصي بحيث ان هي تبتدي تتعامل. وبقول برضو يا جماعه ده نوع من انواع ان انا عايز الناس النهارده تصدق اللي احنا بنقدمه، تصدق ان احنا النهارده بنحاول ان احنا نساعد الناس بشكل محترم. البنت النهارده لما بقول مواصفاتها زي الاخت اللي كلمتنا من شويه، بقول النهارده المواصفات العامه اللي ما يعني ما حدش بيعرفها، بس هو رقم التليفون هو ده العنصر الاساسي اللي احنا النهارده بنذكره. هتلاقوا فيه لو حد حب يخش على الصفحه ويشوف الحاجات اللي احنا بنعرضها هيلاقي من وقت التاني في بعض الاعلانات لواحده مثلا مطلقه عندها 26 سنه وفي رقم تليفونها وتقبل زوجه تانية ولا لا، وطولها مواصفاتها والمحافظه اللي هي منها، وده نوع من انواع المصداقيه. انا عايز اوصل يا جماعه النهارده مصداقيتي للناس والمشاهدين من خلال ان انا ليه بعرض رقم تليفون. في بعض الناس بتقول لي لا مش عايزين نعرض رقم التليفون لان ده ممكن يوصلنا لاستخدام سيء من بعض الناس والمعاكسات والحاجات اللي من هذا القبيل. انا عايز اقول لا، يعني ممكن النهارده في جانب سلبي ممكن يكون 90%، بس الجانب الايجابي بالنسبه لي انا شايفه 10%، وانا مش محتاج اكتر من عريس واحد للسيده اللي انا بذكرها. النهارده بقت في النهارده الخاصيات اللي موجوده في قلب التليفونات كلها، ان انا النهارده عندي مثلا الواتس، ممكن النهارده الشخص النهارده بيكلم البنت دي وبيبتدي يقول لها والله انا مهندس او انا دكتور او انا سني مثلا 30 او انا سني 40 او انا اعزب او انا مطلق، فتبتدي النهارده هي عايز تتاكد من البيانات دي. تتاكد منها ازاي؟ من خلال الواتس. هيبتدي النهارده يبعت لها صوره البطاقه ويبتدي ياكد البيانات ان هو حد محترم، ان هو عايز يخش فعلا من منطلق ان هو عايز يخش البيت من بابه. فتبتدي هي النهارده مش هتدخل اي حد، مش هتقول له انا عنواني في الحته الفلانيه وتيجي او ما تجيش. فالنهارده بيبتدي يبعت لها الاول البيانات من خلال الواتس، بيبعت لها صورته اذا كان مقبول بالنسبه لها ولا لا، بيبعت لها البطاقه بيبقى فيها النهارده الاسم كامله، العنوان بتاعه، السن بتاعه، المهنه اللي هو بيشتغلها، وبيبتدي النهارده بيديها الامان ويبتدي يتعامل معاها. ان النهارده ابتدى يخش بقى في السكه الثانيه اللي بعض الناس، واحنا بنقول من بدايه الكلام ان ممكن يبقى الناس دي دخلوا مثلا في يعني نسبتهم اعلى من نسبه الناس المحترمه، وده وارد طبعا من خلال الوقت اللي احنا عايشين فيه والناس النهارده بتستخف ببعض الامور. هتلاقي النهارده اسهل طريقه ان هي بتعمل له حظر للرقم بتاعه وخلاص، فانتهينا على كده من الناس اللي مش كويسه، وخلينا في الجانب اللي هو الايجابي اللي هو ممكن يكون 10% او اقل حتى من كده، لان انا في النهايه مش بدور للست على واحد بس هو اللي اتجوزها. دي الحاجه اللي انا حبيت ان انا اتكلم فيها، واللي حبيت النهارده ان احنا نتكلم مع بعض ونقول يا جماعه حابين
مع بعض. اذا كان في حد النهارده عايز يسجل بياناته معانا، احنا من هنا لحد نهايه الشهر بنجمع كل البيانات بتاعتنا بحيث ان هي تبقى موجوده في قلب الكتاب بتاعنا او الجريده بتاعتنا اللي هي جريده ارتباط او كتاب ارتباط، وده هيبقى موجود عند جريده الجمهوريه، هي المسؤوله بالتوزيع على كل محافظات مصر. وهي دي هتبقى الحاجه اللي احنا النهارده بنحاول نساعد بيها الناس، ان النهارده ممكن اي عريس او اي عروسه بتروح بتلاقي في كميه من الناس بتدور فيهم على اللي بيناسبها وبتبتدي تتواصل معاه مباشره. ده المصداقيه الاساسيه اللي انا عايز اوصلها للناس، ان انا باخد البيانات من المشاهد وببتدي اخد البيانات وببتدي النهارده اجمعها، ويبتدي النهارده هو ياخد البيانات دي ويتعامل معاها. بيلاقي مثلا الراجل اللي مثلا على سبيل المثال بيدور على سن من 30 ل 40 هيلاقي فيه الانسه وفيه المطلقه وفيه الارمله. الست اللي بتدور على راجل مثلا سنه بيبتدي من 40 لحد 50 هتلاقي اللي عايز زوجه ثانيه واللي اعزب او اللي مطلق او اللي النهارده بيشتغل شغلانه ثابته او اللي النهارده ما عندوش او اللي النهارده من محافظتها او من محافظه ثانيه. فبحط كل البيانات دي بأرقام تليفونات، وهو ده اللي احنا بنقدمه، وهي دي الرسالة اللي احنا عايزين نقولها. احنا ما عندناش مقابلات، احنا ما بنحاولش ان احنا نساعد بأكتر من المستطاع. المستطاع بالنسبة لنا كبشر ان انا النهاردة بجمع اكبر كم من الاختيارات، انما اللي في ايد ربنا سبحانه وتعالى هو ان النهارده يوفق فلان او ما يوفقش فلان. دي انا لا املكها ولا اي بني ادم يقدر يملكها، وما عندناش قاعده البنات ان النهارده لما تجيلي بنت او راجل او ايا كان اللي عايز بيدور على الشخص التاني اللي هيشترك معاه في حياته وبقيه حياته، انا ما عنديش ولا غيري عنده الكميه ان انا النهارده اقوم مطلع لك مثلا 10 20 30 حاله، اذا كان دكاتره، اذا كان مهندسين، اذا كان مثلا سنهم من 30 ل 40 سنه، اذا كان عزاب، اذا كان مطلقين، إذا كان واحدة مطلقة بدون أولاد، لا أنا ولا غيري هنقدر نعملها. يعني دي محتاجة تبقى وزارة، دي محتاجة إن هي تبقى زي جهاز تعداد بيبتدي يعد أكبر كمية من الناس وبيجمع عشان خاطر أنا أروح الوزارة دي أقول لهم أنا عايز أتجوز واحدة فيها 1 2 3، فيبتدي هو يطلع الليستة اللي موجودة اللي فيها 1 2 3 ويلاقي له بقى 20 30 40 50 100 ألف اختيار. دي مش موجودة عند أي مكتب من المكاتب، مش موجودة عند أي حد، إنما إحنا النهاردة بنحاول نوفرها بالشكل اللي إحنا بنتكلم عليه، بشكل الخاص اللي إحنا بنفكر فيه. وحتة النهاردة إن أي واحد النهاردة بيلاقي رقم التليفون فاكر إن دي استغلال لحاجات مش كويسة، ده يبقى خايب يعني أو غلطان أو تفكيره محدود، لأن النهاردة أي واحد النهاردة أو أي واحدة النهاردة هيعكسها ويبتدي يتكلم معاها كلام خارج عن حدود الأدب والدين والأخلاق، هيبتدي النهاردة هتعمل له رفض للمكالمة، وفي النهاية هو الخسران. راح النهاردة اشترى الجريدة ودفع فيها مبلغ، وكل واحدة هيتكلم معاها في معاكسات أو في أي حاجة خارجة عن حدود الأدب واللباقة هتبتدي تعمله، يبقى هو الخسران، هو مش هيكسب أي حاجة ومش هيستفيد أي حاجة. فاحنا النهاردة عايزين برضو نتكلم عن الإعلان اللي معانا اللي احنا النهاردة بنوجهه للناس، هو إن احنا النهاردة يعني بحاول قدر المستطاع ان انا ابقى صادق في الاعلان، ان انا لما بيجي لي راجل بياخد منه صوره البطاقه صوره شخصيه ابتدي النهارده ابتدي اتواصل معاه، وهو ده اللي انا عايز اوصله للناس. طبعا في سؤال كان جانا من شويه مع الكنترول، هل يا ترى اي حد النهارده عايز ينزل اعلان برقم تليفونه هيبقى فيه مقابل ولا لا؟ طبعا هيبقى فيه مقابل، وهو ده اللي احنا برضو يعني بناخده من بعض الناس، يعني مش كل الناس، ان انا النهارده عشان انزل اعلان على الشاشه واحط فيها بيانات فلان او علان واحط فيها رقم تليفونه طبعا بيبقى فيه ليها مقابل. والنهارده لما باجي ابيع النهارده الجورنان وبنزله وبطبعه وبكلفه وبروح اديه لاي مؤسسه من المؤسسات اللي هي بتبقى خاصه بالتوزيع برضه بتاخد مني مقابل، فبالتالي لازم يبقى فيه مقابل مادي. يعني انا بحاول اجمع الدنيا بشكل او باخر، ان احنا النهارده بنطلع حلقات وان احنا النهارده موجودين على قناه محترمه بنجمع اكبر كم من البيانات وبنديها لك، فالمقابل ان في مقابل مادي. النهارده لما باجي اطلع النهارده باعلان زي الاعلان اللي انا النهارده اتكلمت عليه طبعا لازم يبقى فيه مقابل مادي. انما عايز تسجل بياناتك او عايزه تسجلي بياناتك او انت عايز تسجل بياناتك معانا ونبتدي نجمعها معاك من غير ما نكلفك حاجه، ده برضه موجود. يعني هي الدنيا مش كلها ماديات، لا، احنا النهارده في المقام الاول والاخير احنا لينا حدود، احنا عشان نكمل مع بعض لازم يبقى في مكسب مادي. المكسب المادي اللي انا النهارده ممكن بيجي لي شخص زي الاخ اللي جالي والنهارده بعمل له اعلان برقم تليفونه بحيث ان النهارده واحده موجوده في كل محافظات مصر تقدر تشوفه وتتصل عليه مباشره، فده هيكلفه.
النهارده في واحد تاني ممكن ينزل بياناته معايا في قلب الجريده ويبقى مستني لما حد يتصل عليه، او واحده اذا كانت النهارده عايزه تنزل بياناتها معايا وواحد بعد كده يتصل عليها، ده باخده منها بدون مقابل، لان انا النهارده في حاجه اقدر اعملها له، الخدمه اللي انا اقدر اعملها له ان انا اخد البيانات وابتدي اسجلها معايا من غير مقابل. الحاجه اللي انا النهارده هتكلف فيها ان انا النهارده مثلا على سبيل المثال هبتدي احط مثلا بياناتك على الشاشه وابتدي النهارده استعرض كل اللي انت طالبه، ويبقى اكبر كم من الناس تشوفك من خلال ان الحلقه النهارده بتبقى موجوده على اليوتيوب. يعني حتى لو النهارده صدفه ان فلان مثلا ما شافش الحلقه، احنا بنقعد نشير في الحلقه وبنبتدي نعمل لها نوع من انواع الدعايه، فبرضه يعني الاعلان هيبقى مستمر طول ما الحلقه موجوده على اليوتيوب. الاعلان هيبقى موجود بتاع الشخص النهارده برقم تليفونه، يعني ممكن في اي وقت يلاقي مثلا نصيبه جاي ان فلانه دخلت اتفرجت على الحلقه فعجبها المواصفات فشافت ان الراجل ده مناسب ليها فعايزه تتواصل معاها، فتبتدي تتواصل معاه برقم التليفون. طبعا ده ليه تكلفه، انما الحاجه الثانيه اللي ملهاش تكلفه ان النهارده الشخص يسيب رقم تليفونه وبياناته وانا النهارده ابتدي اجمعها معايا في قلب الجريده، ده امر انا مش هكلفه اي حاجه، انا بس كل ما هنالك انا محتاج المصداقيه عشان خاطر اقدر اوصل للموضوع اللي انا بتكلم عليه. وعايز اقول لكم يا جماعه برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها، مش عايزين بقى الاهالي تبقى زي الاهلي والزمالك بيخشوا في الصراعات، يعني يبقى متخوفين، عايزين ناس تطمن لبعضها، عايزين ناس النهارده تخش وتتكلم مع بعضها بشيء من الاحترام. عايز النهارده مش معنى ان انا النهارده بنزل بيانات فلانه او علانه ان دي مثلا فيها عيب او حد مش كويس او فيبتدي بقى الناس تستغل اصحاب النفوس الضعيفه تستغل الرقم ويبتدوا يتكلموا في كلام مش مظبوط او بتاع، لا عايز يبقى يا جماعه في احترام، هو ده اللي بدور عليه. انا النهارده بحاول اساعدهم قدر المستطاع، فعايز الناس اللي يعني تتقبل مننا الامر تبتدي برضو عندها نفس الشعور اللي انا النهارده بدور عليه، انا بدور على النهارده اساعد الناس، فعايز الناس النهارده اللي هتبتدي تتواصل معاهم يبقى فيه برضو مساعده ان هو يقول البيانات بتاعته مظبوطه، مساعده من خلال النهارده ان هو يتكلم بجد باحترام، يتكلم بادب، اذا كان في النهارده مجال ان هو يروح يشوف اهلها ما يبقاش فيه اي حاجه غير ان هو فعلا عايز يخش الباب من بابه، ربما الوضع ما يعجبوش ما فيش مشكلة ناخد بعضنا ونمشي، بس نبقى جادين، يعني عايز الجدية هي تبقى أساس التعامل بيننا وبين بعض. يعني أنا النهاردة بقول أنا والله مواصفاتي كذا 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 كذا، أبقى صادق في ده، أي واحدة مش عايز أكتر من الصدق، عايزة تبقى المواصفات صادقة للراجل اللي هيكلمها. ونفس الموضوع بالنسبة للست، هي برضو أنا عادة من خلال شغلي ما لقيتش إن في أي مشاكل بتقابلني من ناحية الستات، يعني ما جاتش واحدة قالت لي مثلا أنا مطلقة وهي مثلا أنسة أو أنسة وهي مطلقة، دي ما حصلتش، إنما حصل العكس بالنسبة للرجال، ألاقي مثلا بعض الرجال يقول لي مثلا أنا مطلق وهو أو أنا مثلا منفصل، أنا منفصل، فيلاقي مثلا كلمة منفصل دي بيخش فيها تحتيها كلام تاني. أنا عايز برضو في خلال الدقيقة اللي باقية منا نبتدي نستعرض تاني الشخص اللي احنا النهاردة بنتكلم كنا عليه وبصدده، وده أكبر مثال لكل المشاهدين النهاردة اللي بتشوفنا إن احنا النهاردة بنحاول نوصل للمصداقية، إن احنا النهاردة بننزل بيانات الراجل برقم تليفونه وبنحط المواصفات اللي هو عايزها على كم كبير من المشاهدين. طبعا احنا النهاردة في قناة فضائية بيشوفنا كل محافظات مصر وبره مصر، لأن ده هو ده يعني سمة العصر، ان احنا النهارده عندنا الانتشار اللي احنا النهارده بنشوفه واللي احنا النهارده بنتكلم عليه. فانا استاذن استاذ محمد ان هو يعرض تاني بيانات الاخ المصري اللي هو النهارده عنده 43 سنه واللي هو النهارده بيدور على زوجه تانيه واللي النهارده محتاج ان واحده تبقى جميله جدا، واحده تبقى من محيط القاهره عشان خاطر هو فاضل له مده زمنيه بسيطه على السفر بتاعه، وانا حاطط رقم تليفونه المصري اللي هو موجود اللي بيتولى فيه الاتصال عليه، اللي حابب ان هي يعني اذا كان في واحده حابه ان هي تتواصل عليه تتواصل عليه، بلاش النظام بقى الرنات وترني وبعدين تستني وهو يكلمك، لا خلينا ايه الرساله بسيطه، والله انا مواصفاتي 1 2 3 وانا كذا كذا كذا، واذا كان حضرتك شايف ان هي مناسبه تبتدي تتواصل معانا. ورقم التاني بتاعه على اساس ان هو لو ما توفقش في خلال الفتره اللي باقياله يقدر يتابع الناس معاه من خلال الرقم بتاعه الدولي اللي هو موجود بتاعه باذن الله معاه في قطر. وانا طبعا بشكر كل الناس اللي كانت موجوده معانا والناس المشاهدين، وشكرا لكم وشكرا لحسن مشاهدتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.